إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الأعمار 3RF. من بعد ما عرضنا المراحل الثلاثة الأولى من تنفيذ مشروع الإصلاح والتعافي وإعادة الأعمار 3RF، تبقى مرحلة التنفيذ كمرحلة تنفيذية، وبتضمن هالمرحلة العديد من مخاطر الفساد يلي هو إساءة استخدام الصلاحيات لتحقيق مآرب خاصة. نذكر منها احتساب المصاريف أكثر من مرة، قبول أحد العاملين مع الجهات الميسرة هدية من جهات موردة أو مستفيدة، إنه يأخذ أحد العاملين مع الجهات الميسرة تقديمات عينية من اللي بتقدمها الجهة الميسرة لنفسه من دون وجه حق، استخدام العاملين مع الجهات الميسرة لموارد هالجهات لأهداف شخصية، ابتزاز الجهات المستفيدة من قبل العاملين عند الجهات الميسرة بجميع أشكاله مثل الابتزاز المالي أو الجنسي، خصم أو قبول نسبة معينة من التقديمات المالية مثل رسوم للخدمات والتقديمات وتسريعها أو استبدال الخدمة بالتوظيف، تضارب المصالح عند الجهة يلي بتقوم بتقرير الأفراد أو الجهات يلي بتتوافر فيها معايير الحصول على التقديمات. جميع هالمخاطر بتحتاج لاعتماد آليات شفافة بالعمل مثل وجود لجنة مستقلة للاعتراضات أو الشكاوى الواردة من الجهات المستفيدة بحال تعرضوا لأي من مخاطر الفساد المذكورة، وذلك للحد من ومنع الفساد ضمن إطار مشروع الإصلاح والتعافي وإعادة الأعمار لضمان استجابة فعالة لأثار انفجار مرفأ بيروت.